صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. في اختبار التشييع تفوقت صيدا على الفتن وعبرت إلى وحدتها، وفي اختبار وداع الضحيتين العز وسمهون لم تنزلق صيدا إلى مراسم جنازات أخرى، والشيخ الأسير الذي كان يبرق ويرعد على أقل الأسباب دعا أنصاره إلى الانسحاب بهدوء بعد الجنازة. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعد استقباله مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أكد أن هناك قرارا رسميا بضبط الوضع في صيدا، مشددا على ألا خوف من فتنة. وتفويتا لفرص الفتن، أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله متهما بعض مسيحيي 14 من آذار بجر البلاد إلى احتقان طائفي واستغلال أي حادث في سياق هذه المعركة، وتحدث عما جرى في صيدا مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يأخذها إلى الفتنة في ظل شبه تخل للدولة عن مسؤولياتها. البداية إذن من تشييع ضحايا اشتباكات حي التعمير في صيدا. في يوم الإضراب العام بدت مدينة صيدا منطقة عسكرية بامتياز، فالقتل في صيدا ليس بعادة، وسفك الدماء أمر لا يتقبله أحد في المدينة. القوى الأمنية من أمن داخلي وجيش انتشرت بكثافة على الطرقات وعلى سطوح المباني، مركزة انتشارها عند مناطق التوتر. وكما كان محددا، فقد تجمع عدد من مناصري الأسير عند جامع الشهداء في ساحة الشهداء للصلاة على جثماني لبنان العزي وعلي سمهون اللذين سقطا في اشتباك تعمير عين الحلوي نهار السبت. الجثمانان حملا إلى المسجد حيث الحشود المجتمعة والقوى الأمنية المواكبة، إلى أن وصل الشيخ الأسير مع مرافقيه وليس كما جرت العادة بموكبه المؤلف من 3 سيارات X5 التي أخذت نصيبها من الرصاص في أثناء الاشتباكات، بل وصل بحافلة نقل عمومي. ما إن انتهت الصلاة حتى سارت الجنازة إلى مكان الدفن المفترض وهو مقبرة صيدا الجديدة في سيروب. ولكن الأسير الذي يهوى المناورات سرعان ما غير الوجهة وأكمل إلى دوار مكسر العبد عند الأوتوستراد الشرقي للمدينة، حيث كان قد قطع أوصالها نحو 1.5 شهر خلال اعتصامه. وكما قرر تسميته دوار الكرامة، قرر أيضا دفن الضحيتين هناك، خطوة فاجأت الجميع بمن فيهم المشيعون. ولما كان الدوار ملكا عاما لا وقفا، فإن رئيس البلدية محمد السعودي فوجئ كغيره بهذه الخطوة، وقال للجديد إنه تجنبا لمزيد من الدماء لم ترسل البلدية أحدا لمنعه. مدى قانونية هالعمل وشرعيته، يعني أنا بدي بكره الجا الى القانونيين والشرعيين اللي ياخذ رايهم، يمكن انا يعني بدي اخذ مشوره ناس بيعرفوا اكثر مني في هالموضوع هذا بكره ان شاء الله، شو اللي ممكن يكون رده فعل بلديه او شرطه او جيش، شو اللي يصير؟ يعني لو اجى صار منع هلا ما كنا شفنا دم زياده؟ متاكد انا حيكون في مين برايك بتحمل شفت مسؤولية؟ مين برايك بتحمل انا مسؤولية؟ بقول يعني الله يحاسب اللي كان مسؤول على العمل هذا سواء امبارح او اليوم. لقاء الاحزاب الوطنيه في صيدا اجتمع في مكتب رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامه سعد محملا الاسير مسؤوليه الدماء التي سالت. كما اكد اللقاء على رفضه للرعايه الرسميه على اعلى المستويات للحاله الشاذه في المدينه ومن يسير في هذا النهج، وذلك في محاولة سخيفة للاستفادة من المناخ السياسي العام واستغلال الحدث لتناول سلاح المقاومة ودورها في حماية لبنان. كما أكد اللقاء أن سياسة تدوير الزوايا التي اتبعت في غير منطقة من قبل السلطة السياسية لم تمر في صيدا. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة هذا الموضوع، فإننا نحمل هذه السلطة مسؤولية ما قد يجري في المدينة. والدة الشاب المصري علي الشربيني الذي قضى في الاشتباك حملت الأسير أيضا مسؤولية مقتل ابنها البالغ من العمر 17 عاما. وابني واقف على باب محله، فات أحمد الأسير ليخزقه صور من حرب تموز. ابني ما داخل التنظيم ولا داخل مع حدا، واقف على باب محله عم ياكل سندويشة. لو ما هو فات ما كان ابني انقتل، صح والله الحكي ولا. ليه فات على المنطقة ليخزقوا صور؟ قتلوا ابني ما إله يدي مع حدا، بعده طفل.
قد ايه عمره؟ 17 الشهر الجاي بطبق 17 سنة. بعده صغير. والله ما له يدي بحدا. أنا رفعت دعوة بالمسبب وباللي أوس. لو ما هو فات ما كان ابني انقتل. وفي حين قرر الأسير التشاور 3 أيام قبل اتخاذ أي قرار بحسب ما أعلن، فإن الدماء التي سالت في صيدا بذريعة شعارات أكدت فيها المدينة أنها عصية على الفتن. مشاهد خاصة حصلت عليها قناة الجديد يفتعل فيها الأسير وجماعته إشكال صيدا. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله علق في خطاب له في يوم الشهيد على أحداث صيدا. أيها اللبنانيون، مش بيقول المثل ما حك جلدك إلا ظفرك؟ بدي أقولكم ما حمى جلدك إلا ظفرك. هذا اللي جاي أمريكا وإسرائيل والغرب و14 آذار بدهم يقصوه وفشعوا يقصوه. اللي بيحمي لبنان، اللي بيحمي شعب لبنان، اللي بيحمي أرض لبنان، دولة لبنان، سيادة لبنان، حدود لبنان، كيان لبنان، هو اللبناني نفسه، المقاومة والجيش والشعب. هل من الإنصاف والعدل أنه بعض الناس يكونوا قاعدين على هاي الطاولة ممن لهم هذا التاريخ اللي حكينا عنه قبل 30 سنة؟ هول بدهم يقعدوا يناقشوا مقاومة واستراتيجية دفاعية وكيف نحمي لبنان من إسرائيل؟ حتى هول اللي هذا تاريخهم في الصراع مع إسرائيل وفي العلاقة مع إسرائيل ماشي خليجوا على الطاولة. لذلك بحب اليوم أقول لبعض هؤلاء اللي بيحطوا شروط ليجوا على طاولة الحوار، أو مثل ما بيقول نحن بالعامية بيتبغددوا ليجوا على طاولة الحوار وبيقاطعوا طاولة الحوار، ما في داعي لا تتبغددوا لا تحطوا شروط.
بالحقيقة من كرم أخلاقنا أنه نحن قبلانين نقعد معكم على طاولة الحوار. من كرم أخلاقنا ومن ترفعنا أنه نحن قبلانين نناقش معكم مقاومة واستراتيجية دفاع عن لبنان. هذا كرم أخلاق منا. بعد الحالة لا بعد أخلاقنا كريمة، لنشوف بعدين شو بصير. فما في داعي يقعد حدا يتبغدد ويحط شروط. بس تحبوا ترجعوا على طاولة الحوار يا هلا. بس ما بدكم ترجعوا الله معاكم. ما في مشكلة بدنا. الوضع العالم ما حتنام الليل لأنه فلان وفلان وفلان مقاطعين طاولة الحوار ولا هون. يعني ما حدا يشتبه. ما حدا يعتبر أنه هاي نقطة ضغط ونضغط فيها، ما تضغطوش فيها على حدا، تضغطوا على حالكم. لأنه اللي صار على مدى 3 أيام من قطع طرقات واعتداءات وإطلاق نار واستدواء ومواجهات لا يطاق. وأنا هون بدي نوه وبدي شيد بالوعي الشديد والكبير لكثير من هؤلاء الناس اللي قدروا استوعبوا حوادث 3 أيام والذي لا يقاس بهم وعي بعض هؤلاء القادة السياسيين الانتهازيين. اطلع أقول يا خي في 5 فرضيات 6 فرضيات وحدة منهم حزب الله. ممكن أقول عنك ماشي الحال، أنت عاقل، أنت منصف، تقول إن حزب الله عنده قدرة، عنده ما بعرف شو، ماشي. لكن العجيب يا خي من أول ساعة قتل رجل طلعوا يقولوا ما حدا يقول لي إسرائيل. لاحظتوا؟ ما حدا يقلنا إسرائيل. يعني هؤلاء هن أصلا متعهدين الدفاع عن إسرائيل، ما حدا يقول لي إسرائيل. ومين؟ حزب الله. طيب على أساس أعلنتوا الحرب عليها وطالبتوا رئيس مئاتي بالاستقالة وعملتوا لإسقاطها وعملتوا اجتماع وشكلتوا وفود لإقناع المجتمع الدولي بمقاطعتها وحوطوا عليها أنه هاي حكومة حزب الله، ولا حدا بالمجتمع الدولي اقتنع معاكم أنه هاي حكومة حزب الله، ولا حدا بالحكومة مقتنع معاكم أنه هاي حكومة حزب الله، وحياة اللي خلفني وخلفكم ولا واحد منكم مقتنع أنه هاي حكومة حزب الله. أنتوا بالقوة قبلتوا تعملوا حكومة وحدة وطنية بالقوة، مش بالمليح، مش هاي قناعتكم ولا منهجكم ولا عقلكم ولا فكركم السياسي. طيب صار حكومة وحدة وطنية بلبنان، انتو ما بدكم تشاركوا حدا، يا انتو يا لا احد، مش هيك؟ بال2005 تصرفتوا هيك لما انتو كنتوا عم تشكلوا الحكومة، لما اجى رئيس مئاتي شكل الحكومة تصرفتوا هيك. اما نحن بالدوحة طلبنا بحكومة شراكة وطنية مع رئيس مئاتي، قلنا له الله معك تكل على الله، حكومة شراكة وطنية، حكومة وحدة وطنية، انتوا اللي بدكم اقصاء. انتوا لما كنتوا بالحكومة قطعتوا الحوار، وهلا لما انتوا بالمعارضة قطعتوا الحوار، انتوا ما بدكم حوار وصل لنتيجة. طبعا بين هلالين في ناس قالوا هاليومين انه نحن 14 آذار بنربح بأي قانون انتخابات. عظيم، إذا لا تواثق من حالك اتفضل اقبال بالنسبية وبالدوائر مثل ما قدمتها الحكومة اللبنانية. يا أبضاي يا واسي تفضل، مش بأي قانون انتخاب انت بتربح، تفضل. عشو مختلفين لكل ما انتوا ربحانين؟ بأي قانون انتخاب ربحانين؟ تكلوا الله، مش عاملين مشكلة بقانون انتخاب. نحن منقول ما يلي: هناك حكومة موجودة قانونية دستورية لا غبار عليها، هي تعمل وتستمر في العمل. الكلام في لبنان عن حكومة حيادية هذا كلام لا معنى له، لا يوجد في لبنان حياديين، ما في، لبنان كله سياسي. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد بعد استقباله مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في منزله أن هناك قرارا رسميا بضبط الوضع في صيدا، وهذا القرار سينفذ، مشددا على ألا خوف من انفجار الأوضاع ولا خوف من فتنة، مشيرا إلى أن المظاهر المسلحة التي شهدتها صيدا أثناء التشييع هي مسألة استثنائية. أما قباني فقد أبدى رفضه للحملات التي يتعرض لها، وقال إن كل طرف
يتعرض للمفتي لأنه لم يقف إلى جانبه يسيء إلى الموقع الديني ولنفسه. نحن عندما قلنا بأننا لن نسمح بإسقاط الحكومة في الشارع لم نكن طرفاً إطلاقاً. ففي المرحلة التي كان فيها الرئيس فؤاد السنيورة في السراي والسراي محاصرة، قلنا أيضاً لن نسمح بإسقاط الحكومة في الشارع. نحن بلد حضاري في لبنان، لا يجوز أن نسلك هذه المسالك، وقد حدد الدستور وسائل إسقاط الحكومات. لا أتكلم بالنسبة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإنما أتكلم بالنسبة لأي حكومة. وأنا لست طرفاً لا في 14 أدار ولا في 8 أدار. الرئيس نجيب ميقاتي هو رئيس الحكومة، والرؤساء ينبغي أن لا يتصارعوا مع بعضهم. مفتي الجمهورية للجميع هو مفتي الجمهورية اللبنانية، ليس مفتي فقط محلي إطلاقاً. وكل من ينظر نظرة دونية فهو ينظر إلى نفسه هذه النظرة الدونية. أنا أحب الجميع ولا أحقد على إنسان مطلقاً، ومستعد لأن أمد يدي إلى الجميع. في القاهرة اعترفت الجامعة العربية بالائتلاف الوطني السوري باعتباره الممثلة الشرعية للشعب السوري والمحاورة الأساسية مع الجامعة، ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع استثنائي سائر تيارات المعارضة إلى الانضمام إلى الائتلاف الوطني حتى يكون جامعا لكل أطياف الشعب السوري من دون استثناء، وحث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف به ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري. آخر بند التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التوافق في مجلس الأمن، ودعوة مجلس الأمن إلى استصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون ملزما لجميع الأطراف السورية، والطلب من رئيس اللجنة ومعالي الأمين العام التحرك في هذا. على وقع الاشتباكات الدائرة في الداخل السوري، الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة إلى الجولان المحتل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه وجه ضربة مباشرة إلى مصدر قذيفة هاون أطلقت من الجانب السوري من خط فك الاشتباك وسقطت في الجزء المحتل من هضبة الجولان. في المقابل استأنف الطيران السوري غاراته على معاقل للمقاتلين المعارضين في مناطق مختلفة من البلاد. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 21 شخصا بينهم 7 مقاتلين قتلوا في القصف هذا، وشهدت دمشق ومناطق عدة مواجهات مسلحة بين القوات النظامية ومعارضين، وقتل 7 أشخاص في قذائف على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوبي دمشق، حيث تدور اشتباكات عنيفة في حي التضامن المجاور للمخيم بين القوات النظامية ومجموعات مقاتلة معارضة. وتعرضت مناطق في ريف دمشق لغارات من طائرات حربية في وقت أكد فيه التلفزيون الرسمي السوري أن القوات النظامية تواصل عملياتها في دمشق وحلب وتطارد فلول المجموعات الإرهابية المسلحة. عائلة الصحفي الأمريكي أوستن تايس تصل إلى لبنان وتطلب في مؤتمر صحفي ممن يعرف عنه شيئا أو لديه أي معلومة تزويد أسرته بها. قدما من الولايات المتحدة إلى بيروت لطلب المساعدة في معرفة أي خبر عن ابنهما أوستن تايس الذي يعمل صحفيا مستقلا، وفقد الاتصال به منذ آب الماضي، وسأل والداه مما يعرف عنه أي معلومات، الاتصال بالعائلة أو إرسال بريد إلكتروني إليها. وفي مؤتمر صحفي عقدته العائلة في نادي الصحافة طالبت الخاطفين بمعاملة أوستن معاملة حسنة وإبقائه آمنا، مشيرة إلى أنها اتصلت مباشرة وبصورة غير مباشرة بأشخاص في الحكومة السورية الذين أكدوا أنهم لا يعرفون حيثيات الموضوع. وشددت العائلة على عدم وجود أي علامات تشير إلى الجهة الخاطفة أو التي تحتجز أوستن. لقد ذهب إلى سوريا عن طريق تركيا، كان لنا اتصالات مباشرة وغير مباشرة بالحكومة السورية التي أشارت إلى أن لا حيثيات لديها حول اختطافه، ولا إشارات من أي من المجموعات السورية إلى مكانه، ويهمنا أن نتصل به
أو بأي شخص لديه معلومات عنه. لطالما أحب عائلته وتحدى كل شيء، وأتوجه بالسؤال إلى الصحفيين الموجودين، ما الذي يمكنكم أن تقوموا به من أجل العثور على هذا الأخ؟ نطلب من أي شخص يملك أي معلومات تخص ابننا أن يرسل بها إلينا على الموقع الإلكتروني. وكان قد فقد الاتصال بأوستن تايس منذ 13 من آب الماضي بعدما كان يغطي وقائع المعارك في منطقة ريف دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الرحمن. ثم عاد وظهر في 26 من أيلول الماضي في فيديو قصير معصوب العينين ومعتقلا من قبل مجموعة من المسلحين ترتدي الزي الأفغاني، ولم تستطع أي جهة تحديد هوية الخاطفين ولا مكان احتجازه، كما إن مصيره لا يزال مجهولا. وكان تايس يعمل مراسلا مستقلا لصحيفة واشنطن بوست ووكالات أنباء أخرى مثل ماكلاتشي وسي بي سي نيوز والجزيرة الإنجليزية ووكالة الصحافة الفرنسية. أهلا من جديد. أمل منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن تكون زيارة منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فرس سعيد له تصحيحا لمسار تنظيمي يجري الحديث فيه منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى أن المشكلة مع الأمانة العامة ليست مع سعيد، إنما مشكلة هيكلية وطريقة عمل وفعالية. كان اجتماع طويل ومثمر بحضور فخامة رئيس أمين الجميل، وهذا اجتماع بيندرج بسياق كل ما يجب أن نفعله وأن نقوم به من أجل توحيد القراءة السياسية في داخل 14 أذار وتطوير الأطر في 14 أذار. النقاط الخلافية اللي هي موجودة منذ زمن طويل، إنما هذه نقاط ليست بنقاط جوهرية، علينا أن واتفقنا على كيفية إدارة هذه النقاط من أجل تجاوزها. إن شاء الله تكون هذه بداية لتصحيح مسار تنظيمي كان عم نحذر منه وعم نحكي عنه صرنا أكثر من سنتين داخل 14 أذار. المشكلة مع الأمانة العامة منا أبداً مشكلة بين حزب الكتائب والدكتور فارس سعيد، ولنا مشكلة بين أحزاب ومستقلين. مشكلة 14 أذار التنظيمية هي مشكلة هيكلية وطريقة عمل. فتح أهالي باب التبيني في طرابلس الطريقة عند دوار أبو علي بعدما كانوا أقفلوها في اعتصام احتجاجا على عدم دفع تعويضات أضرار الحوادث الأخيرة التي شهدتها المدينة بعد تلقيهم وعودا من الرئيس نجيب ميقاتي بدفعها. اجتماع في وزارة العدل، أكد وزير الصحة والعدل إثره عدم معالجة قضية الأدوية المزورة بطريقة سياسية. متابعة لملف الأدوية المزورة، عقد اجتماع في وزارة العدل بين وزيري العدل والصحة شكيب قرطباوي وعلي حسن خليل والمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي. تم بعده التأكيد أن وزارة الصحة سحبت 99% من الأدوية المزورة من السوق. وزارة الصحة طلبت انه تحرك القضاء، وهذا حقها وواجبها، وبالوقت ذاته جامعة بيروت العربية كمان، لانه لم طلع تحاليل انه منسوبة إلها ومش إلها، كمان ادعت منذ 12/10/2012 ما كان استلم بعد الرئيس حاتم ماضي، كان الرئيس سمير حمود. حضرت رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية نكلفكم بالتحقيق ومخابرتنا بالنتيجة. الرئيس حاتم الماضي عم بيتابع هالقضية، لم بين انه في لها تشعبات اكبر. وزير الصحة اكد ان ما قامت به وزارة الصحة يشكل واحدة من العلامات المميزة للحكومة. ما يقال عن جهة سياسية ينتمي اليها احد الاشخاص المعنيين بهذا الملف لم تراجع ولم تطلب وساطة، وهي أكدت في بيان إعلامي عن رفع الغطاء عن أي متورط، وأنا أتحفظ عن ذكر أي اسم في هذه القضية حتى ينتهي التحقيق. حتى هذه اللحظة ما في حدا بالسياسي راجع، ما في حدا بالسياسي قال بده يغطي،
لا أشخاص ولا جهات حزبية. هل تم التأكد إذا كان في أي من الأدوية الفاسدة اللي أصلاً تناولتها العالم ممكن تشكل خطر عليهم؟ تعبير الأدوية المزورة ليست دقيقة، هناك معاملات مزورة وبالتالي ربما ينتج عنها بعض من الضرر، لكن هذا الأمر ليس محسوماً. الإجراءات الاحترازية التي اتخذت هي إجراءات كافية. خليل عزا سبب سحب الأدوية من السوق بدل تلفها إلى عدم وجود مصانع تلف في لبنان. مسألة عدم التلف مش للتعمية على أحد على الإطلاق، لأن إعادة التصدير هي الوسيلة القانونية الوحيدة المسموح فيها حالياً في لبنان. للإقفال أصول، الأصول التي يجب أن تنفذ وتتبع في هذا الملف قد اتبعت. وزير الصحة أكد عدم الادعاء ضد مجهول وقال إنه تم تسليم الملف للنيابة وهي تقوم بواجبها وهو لا يتطرأ لأي أسماء، وقد توجه بعدها إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. عمال سبينيز في مواجهة أصدقاء عمال سبينيز والقوى الأمنية والجيش الحدان الفاصلان. تقرير للزميلة دلال بزي. أغرب الاعتصامات شهدتها منطقة الأشرفية، القمصان البيض في مواجهة القبعات البيض، مع أن اللون اتحد إلا أن الشعارات واللافتات اختلفت. أمام سبينيز اجتمع العاملون فيه على وقع الموسيقى والرقص والدبكة اللبنانية. هيدا مش هيدا من بيروت، هيدا مش بال، كلياتنا هون، نحن مانا مفرقين، كلياتنا إيد وحدة بسبينيز. ياخدين كامل حقوقنا، كلنا موظفين سبينيز. نحن أول شيء بدنا نقول الوزير جريساتي يقف مع عمال لبنان، مع عمال سبينيز، ما يوقف مع شرب النحاس اللي بده يعمل انتخابات نيابية على ظهرنا. نحن هيدولي شباب قلال، الباقي كله بالفروع عم يشتغلوا، نحن نقابة باثنين مشبوهين ما بيمثلونا، نحن مطالبنا عم نتحاور مع الإدارة ومع المدراء شؤون الموظفين وعم ناخذ حقوقنا. هيدي نقابتي، هيدي نقابتي، هودي أهلي، هيدي أهلي. في مدراء لشؤون الموظفين، طول ما الشركة معنا وعدات، في مدراء لشؤون الموظفين بالشركة، في مدراء لشؤون الموظفين بالشركة، ما في عزي أنا أبوي. على المقلب الآخر من الشارع كان مؤيدو النقابة التي تأسست لحماية حقوق الموظفين بعدما طردت مؤسسة سبينيز بعض عمالها الذين انتسبوا إلى النقابة. شي هيدول الجماعة اللي بتجمعين برا بهذا المخرجين السخيف ما عندهم إذن يعملوا مهرجان موسيقي بنص الطريق بداية. تاني شي هيدول الجماعة جايين يقولوا إنه حبيب قلبهم مايكل رايت، يلي مايكل رايت لنرجع نذكر 6 شهور ما دافع الزودي، 500 موظف مش مسجلين بالضمان من 10 سنين، 3 أعضاء من النقابة انطردوا، 2-3 صار عليهم تهديدات، 1 انضرب وبقي أسبوع بتقرير طبي. هيدا الواقع، هيدي مسألة منا مسألة طرف هون وطرف هون، هيدي مسألة بين أحرار وأزلال. نزل بالقوة وهودي كلياتهم موظفين الأمن وأنا بعرفهم واحد واحد ونحن منا ضدهم، وأنا بقول لك مسجلين نحن أصواتهم، كل واحد شو قالنا فارضين عليهم أنه ينزلوا هن وأولادهم كمان، واللي من صيدا بدو ينقلوه على طرابلس إذا ما بيجي، واللي جابوهن من طرابلس هلأ رح ينقلون على صيدا. يعني تحت الإجبار طبعاً بالإجبار وبالإكراه. الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي واكبت الحدث كانت على أهبة الاستعداد خوفاً من حصول أي اشتباك. ولما كان محمد اسكندر حاضراً من خلال أغانيه والفتيات يتميلن على الأكتاف كان ذلك كفيلاً بأن يكون الأمنيون مرتاحي البال. ما في مال، ما في مال، ما في مال، ما في مال، والنقابة هي الحل، والنقابة هي الحل. إذن وبعد ساعات من الكر والفر بين الفريقين تداخلت الشعارات فاختلط الحابل بالنابل، فكان كل ما على صوت أولئك ردا هؤلاء. دلال بزي، قناة الجديد. اعتصامان في مستشفى بيروت الحكومي في أقل من أسبوع ومطالبة بتغيير الإدارة. اعتصم موظفو مستشفى بيروت الحكومي والعاملون فيها مطالبين بإنقاذ المستشفى من الإغلاق. المعتصمون رفعوا اللافتات ونددوا بسياسة الإدارة التي لم تتحرك للوقوف عند حاجاتهم، ودعوا مجلس الوزراء لعدم التغاضي عن قضية المستشفى التي باتت بحاجة إلى قرارات حاسمة. جيشنا اليوم هو لنقول كفى لعب بمصير الموظفين والمرضى. إذا كان هناك تجاذب
ما ذنب الموظفين؟ وقفة تقدر تحمل المستشفى لبر الأمان، كان وقفة استقالة، وقفة إقالة، تغيير إدارة، المهم بدنا هلأ وقفة مسؤولة، وكل مسؤول يتصرف بمسؤوليته. يذكر أن هذا الاعتصام جاء في أقل من أسبوع واحد على الاعتصام الذي سبق، والذي ضم الطاقم الطبي من كافة اختصاصاته، إضافة إلى العاملين فيها. أهلا من جديد. أزمة في البي بي سي واستقالات جديدة استعدادا لإصلاح شامل وجذري. واحدة من أسوأ أزمات الثقة تواجهها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، التي أعلنت أن مديرة أخبارها هيلين بودن ونائبها ستيف ميتشل تخليا عن مسؤولياتهما في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إلى المذيع الشهير الراحل جيمي سافيل، في ظل صمت البي بي سي عنها. يأتي ذلك بعد يومين من استقالة المدير العام للهيئة جورج إنتويسل، على خلفية بث تقرير في برنامج نيوز نايت تضمن اتهامات خاطئة لسياسي بريطاني سابق بارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال. وتتعرض بي بي سي كذلك لسلسلة جديدة من الانتقادات من أعضاء البرلمان البريطاني عقب إعلانها حصول إنتويسل على مبلغ مالي يعادل مرتب عام وقدره 450 ألف جنيه استرليني كجزء من الاتفاق على الاستقالة من منصبه بعد مرور أقل من شهرين على تسلمه الإدارة. كلا، لا أدعم الاستقالة. 54 يوما فقط مضت على تسلمه العمل، وهي ليست مدة طويلة. جزء من المشاكل هي بسبب فضائح جنسية، وهي حدثت قبل تسلمه منصبه بفترة طويلة، لذا لا يجب أن يتحمل هو المسؤولية. إنه أمر مؤسف لأنه رجل صالح عمل أمورا مهمة لمصلحة البي بي سي لسنوات، تم رميه في الأزمة في أيامه الأولى. حقيقة أنه لم يعلم أن قصة نيوز نايت ستعرض، إلا أننا جميعا علمنا بذلك بعد رؤيتها على التويتر. كان رئيس مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية كريس باتن قد قال أنه سيعمل بسرعة للعثور على بديل من إنتويسل. وأضاف باتن، الذي كان يوما شخصية رفيعة المستوى في حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون، أنه يتعين إجراء تعديلات جذرية في الهيئة التي تمول من المال العام. ديفيد بيترايوس لن يكون الأول ولا الأخير الذي يسقط في ضربة أنثوية. صائد الجواسيس اصطادته امرأة لينضم مدير CIA إلى سرب رجال الأمن الكبار والسياسيين ورجال الأعمال الذين سقطوا في فخ النساء. ديفيد باتريوس، الرجل الذي لا يعوض في الأمن التجسسي الأمريكي، أطاحته علاقة غرامية نشأت مع بولا برادويل في أثناء كتابتها سيرة ذاتية شاملة لباتريوس. وتوصف برادويل بأنها صاحبة إنجازات متميزة طوال مسارها الأكاديمي، وقد جمعها بالمخدور نسائيا باتريوس رياضة الجري في جبال أفغانستان. الغيرة بين امرأتين كانت السبب في كشف العلاقة، والمرأة الثانية هي جيل كيلي اللبنانية الأصل، التي أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي بتلقيها رسائل تهديد دبت فيها الذعر. وكيلي هي صديقة مقربة إلى باتريوس وزوجته، وهي من والدين لبنانيين، والدها جوان خوام، وقد هاجرا إلى فيلادلفيا في السبعينيات وفتحا مطعما شرقيا هناك. وبعد باتريوس أعلنت شركة لوكهيد مارتن الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية عن استقالة رئيس مجلس إدارتها المنتخب كريستوفر كوباسيك بسبب علاقة شخصية أقامها مع موظفة لديه. وفي سلسلة فورين بوليسي، سلسلة فضائح جنسية تورط فيها السياسيون وجلبت أجلهم، وبينهم حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوازنيجر الذي اعترف بإنجابه طفلا من عاملة في منزله. بيل كلينتون كاد يفقد البيت الأبيض بسبب مونيكا لوينسكي. أما الديمقراطي جون إدواردز الذي كان يرى فيه الأمريكيون كينيدي جديدا، أنجب طفلا خارج الزواج. والديمقراطي جاري هارت دفع ثمن غاليا عندما ترك حملته الانتخابية بعد التقاط صور له مع عشيقته الشقراء دونا رايس. وفي كل هذه الانزلاقات فتش عن المرأة.
النقطة الإيجابية في هذه العلاقات بالنساء أن الأمريكيين والغرب عموما يعترفون بما يرتكبون ويعتذرون إلى زوجاتهم عن خيانتهم، أما العرب فإنهم يعيشون على الهاجس الجنسي، الخيانة عليهم واجب لكن سرا، ولا من شيف ولا من دري. كنيسة القيامة في القدس المحتلة مهددة بالإقفال بسبب فواتير مياه صادرة عن شركة إسرائيلية. يواصل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الأول زيارته التاريخية إلى الأراضي المقدسة التي بدأها مساء الجمعة الماضي، وقد توجه بزيارة كنيسة المهد وبقداس إلهي في كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، قبل أن يجري لقاءات مع مسؤولين سياسيين وروحيين إسرائيليين وفلسطينيين، على أن يزور لاحقاً الناصرة وبحيرة طبرية. رحلة الحج هذه وإن كانت روحية في الشكل، لا سيما وأن عدد المسيحيين من أصل روسي في الأراضي المحتلة يبلغ نحو 300,000، إلا أن السبب الجوهري وغير المعلن للزيارة يكمن في أن كنيسة القيامة التي تتجه إليها أنظار المسيحيين من شتى بقاع الأرض مهددة بالإغلاق نتيجة قيام شركة المياه الإسرائيلية في مدينة القدس جيحون بالحجز على أرصدة بطريركية الروم الأرثوذكس، مطالبة إياها بتسديد مدفوعات ضخمة متراكمة على الكنيسة منذ تاريخ تأسيسها، أي منذ العام 350، علما أن كنيسة القيامة كانت معفية ومنذ عقود من دفع هذه المستحقات. وأمام سياسة استهداف بيوت العبادة في الأراضي المقدسة التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تجد الكنيسة الأرثوذكسية نفسها لا سيما البطريرك كيريل الأول أمام استهتار إسرائيلي يمس المقدسات والمؤمنين في جميع أنحاء العالم، وأمام أزمة لو حدثت من شأنها أن تجعل من قرار شركة المياه الإسرائيلية فتيلاً قد يشعل ناراً لا تحمد عقباها. في الرياضة، وقبل ساعات على المباراة المصرية أمام المنتخب القطري في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال 2014 في البرازيل، اكتملت الاستعدادات الإدارية للمنتخب الوطني كي يعود من الدوحة بالنقاط الثلاث. المنتخب الوطني ومهما كانت نتيجته أمام قطر في الدوحة، وضع كرة القدم اللبنانية على السكة الصحيحة وفرض الضوء الأخضر لدعم رسمي غاب لسنوات طويلة للمنتخب خصوصا واللعبة عموما. يعني لبنان صار على الخريطة الرياضية بالعالم بكرة القدم، والحقيقة في الاتحاد لعب دور أساسي، طبعا واجب الوزارة أن تكون حدهم وتوقف حدهم، نحن جنبهم بهالموضوع وداعم ومنتظرين دراسة كاملة فعلا لحتى نقدر نأمن الأموال اللازمة لاتحاد لبنان لكرة القدم. وفي سياق متصل، كان الوزير كرامي الذي وصل إلى الدوحة اليوم قد أعلن لقناة الجديد قبل أسبوع عن 10,000 دولار مكافأة لكل لاعب في حال الفوز، ما ترك وقعا إيجابيا قد يسهم في تقريب رجال الأرز أكثر من الحلم. المنتخب الوطني أجرى تدريباته أمس واليوم في ملعب اللجنة الفنية في ضاحية الوكرة، وهو مكتمل الصفوف إلا من الظهير الأيمن المصاب علي حمام، وسط حماسة بالغة وحظوظ متكافئة برأي رئيس الاتحاد هاشم حيدر. بحكي أنه أنا بعتبر أنه الفرص متساوية عند الفريقين، بدون شك أنه أنا بعتبر هالمنتخبين اللبناني والقطري هن تنكون واقعيين هن أقل، يعني حظوظهم أقل من غيرهم بالمجموعة، وحظوظهم بالنسبه مع بعضهم متساويه. هلا شو بتصير القصص الفنيه، الظروف، مين بتساعد اكثر، بيكون يعني الله بيوفقه. بس بتمنى انا يعني بشكل عام وصول منتخبات عربيه لكاس العالم. اذا منتخبنا الوطني يعيش في عالم الطموحات والاحلام التي جمعت جماهير الصراعات المتنقله في شوارع بيروت، ولا يتبقى الا 48 ساعه لمعرفه مصير الاستمرار في المنافسه على البطاقات المؤهله الى مونديال البرازيل. في أخبار الفن، بعد زيارتها لبنان، المغنية العالمية شاكيرا أهدت والدها هذا الفيديو. مرحبا لبنان،
بعد أن زارت لبنان هذا العام لإحياء حفلها الموسيقي، لم تكتفي شاكيرا بالغناء والرقص، لا، بل تجولت في مدنه واختارت جبيل للتنزه في أحيائها الضيقة ومن ثم التمعن ببحرها، فتصورت مع المعجبين واشترت من أسواقها القديمة، ولم تقبل الرحيل قبل أن تزور قلعة بيبلوس الأثرية، فحملها أخوها بعد تعب يوم طويل من التجوال. Venga, super Tony. Tengo ampollas para el concierto. I love it. شاكيرا الكولومبية اللبنانية الأصل تعي تماماً مدى أهمية لبنان بالنسبة إلى والدها، وقد صورت هذا الفيديو خصيصاً له كهدية قدمتها إليه بعد عودتها، والآن نعرضه لنرى من خلال عيني شاكيرا بلداً نحبه كثيراً ونفتخر بانتمائنا إليه. دارين شاهين، قناة الجديد. والآن إلى لقطة اليوم. تعرف تركب على الخيمة ولو خي خليها تطلع اللايف شوي.
خليها بتفرط هلا له خيي هلا بتفرط يا رشوان هلا بتفرط يا خيي والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت 13 تشرين الثاني 2012. نبدأ مع النهار. صيدا غداة الصدام، سلاح مقابل السلاح، نصر الله ل14 أذار، الحوار أو الله معكم. الائتلاف هو الممثل الشرعي للشعب السوري باعتراف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون. ننتقل إلى عناوين السفير، كيف يدعى العملاء إلى طاولة الحوار ويستبعد الشيوعيون والجماعة والناصريون؟ نصر الله، لولا المقاومة لأنشأت إسرائيل مستعمرات في جبل لبنان. ميقاتي وقهوجي للسفير، لا مظاهر مسلحة ولا فتنة أو انفجار في صيدا. استنساخ عربي لتجربة ليبيا، الائتلاف ممثل شرعي للسوريين. في عناوين الأخبار، نصر الله ل14 أذار، فشرتم، لعنة صيدا. أما في الأنوار، جنبلاط، الأحداث المتتالية تفرض التفكير بصيغة حكومية جديدة. الجامعة العربية تعترف بشرعية الائتلاف السوري المعارض. القنابل السورية تتساقط في مدينة قرب الحدود مع تركيا. اللبنانية جيل خوام المتزوجة من أمريكي كانت هدفا لتهديدات صديقة بيترايوس. في الديار، صيدا في خطر كبير وهناك من يدفع إلى تصعيد الفتنة السنية الشيعية. السيد حسن نصر الله يحذر من الفتنة ويهاجم فريقا له تاريخ مع إسرائيل. جنبلاط يدعو إلى تبديل حكومي لخطورة الوضع وعون في بعبدة اليوم. استفراد الديار والتحقيق معها اليوم. جعجع والقوات يتقدمان بشكويين ضد أشار الأيوب والديار. في المستقبل، العرب يعترفون بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري. واشنطن على عجلة من أمرها لدعم الثوار، وباريس تلمح إلى الاعتراف بالمعارضة. أحمد الحريري يكشف هوية مطلقي النار في صيدا، نصر الله حكومتي باقية. ننتقل إلى البناء، جامعة العربي ودول الخليج والغرب يحرضون على العنف في سوريا بشرعنة الإرهاب. صيدا تحاصر الفتنة وترفض التجيش المذهبي والجيش يكثف إجراءاته. نصر الله 14 أذار تدفع للانفجار، وكرم أخلاق أن نجلس معهم إلى على طاولة الحوار. العدو يقصف غزة وحماس تشكوه للأمم المتحدة. المقاومة تضرب تل أبيب وعسقلان. في عناوين اللواء، استاتيكو اللبناني مدعوم دوليا والحريري يقابل البابا اليوم. صيدا تتجاوز القطوع وميقاتي لا يخشى من الفتنة. نصر الله يتهم جعجع وبعض المستقبل بالدفع إلى انفجار مذهبي، والأسير يعلن مقررات الرد خلال أيام. انفجار ضخم يهز دمشق، والماج تقصف من إدلب إلى دير الزور. الجامعة تعترف بالائتلاف الوطني، وواشنطن لمساعدات عاجلة تقرب نهاية الأسد. ننتقل إلى البلد. نصر الله ما فوق السياسة، نحاوركم كرم أخلاق. المعارضة السورية الموحدة تسعى إلى اعتراف دولي. إغلاق ضريح عرفات لمواصلة التحقيق. بالانتقال إلى الجمهورية، الخطيب ضمانات خليجية وأوروبية لتسليح مقاتلي المعارضة السورية. نصر الله 14 أذار حلفاء إسرائيل، كلام آخر لاحقا. أما في الحياة، الخطيب للحياة على الأسد الرحيل بشجاعة ومخاوف من توسع المواجهات في الجولان. دول الخليج، الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري. الملك عبدالله يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينية. أخيرا مع الشرق الأوسط، السعودية ترحب بنتائج اتفاق المعارضة السورية. خادم الحرمين والرئيس الفلسطيني يبحثان في الرياض عراقيل مسيرة السلام. ترحيب دولي باتفاق الدوحة، وواشنطن تعد بتسريع المساعدات إلى المعارضة السورية. اعتراف خليجي يفتح الطريق للائتلاف السوري عربيا ودوليا. إسرائيل تفتح النار لليوم الثاني في الجولان وتقصف أهدافا سورية مباشرة.
كان في النشرة نصر الله ل 14 أذار. ما حمى جلدك إلا ظفرك. هذا اللي جاي أمريكا وإسرائيل والغرب و14 أذار بدهم يقصوه وفشلوا يقصوه. هكذا افتعل الأسير الإشكال. الجامعة العربية تعترف بشرعية ائتلاف المعارضة السورية. هذا كان كل شيء في نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.